مغامرة وفي نفس الوقت حاجة مريحة نفسيا. هلا والله. How you doing? بسم الله. لو سمحتي اهدي، ما نحبش حتى إصابة. نحن أنا إنسان مسالم جاي مش نعمل لفة ونهبط. أنت مش عارف كيف حط. لا امسك. خلاص. 1 2 3 روح. ايه يا فارس؟ مش للدرجة دي يا بابا. مين هياخد ذهب؟ خلاص أنا هاخد ذهب. أنا هاخد ذهب. مين؟ فاروق ذهب. ذهب ذهبي. الله. فأنا يعني مني قالوا لي هذا سميته ذهب، قلت لهم صافي هذا هو اللي غادي يركب فيه. ذهبي للذهب. لولو فين؟ حد يركبني على لولو البيضاء. ايوه او بدينا بالخطر يا حبيب الله. مش مرتاح، مانيش مرتاح. الله يا ناس، يا ناس حد يمسك الحصان. يا الله مش مرتاح على القاعد عليه الحصان. مش هو مش ننزل. يلا عزيز تفضل. وين؟ اركب. لا لا حبيبي انا جرب. والله عندي برايم بحد دول. اسمع مني والله هادي ورايق وحلو ما شاء الله. يلا عزوز. وحش بوليفارد المواهب، بتخاف من خيل؟ والله ما تخاف، معانا مدربين يا حبيبي. وعزيز. عزيز. عزيز. هز حصانك وقدم بيتك يلا. خلاص. يلا زوروا يلا حبيبي بر. يلا. طيب ما ودك تجي معنا؟ خلك عيش مع نفسك يا عزيز. آه كيف ذهب معك؟ لا حلو حلو. يلا يا ليدي. شوف لما مشي شايف كيف هادي؟ ليدي يا ليدي. بقالي كتير جدا ما ركبتش خيل، حاسه ان انا بعمل الحاجه اللي حباها فمبسوطه بيها جدا جدا. يا بجد النهارده يوم احلى يوم. احلى يوم بجد. بدات ان انا اروق كتير من الضغط. غير انه احنا خرجنا من الضغط ديال الخدمه وديال التصوير ديما. دابا حنايا في واحد البلاصه اللي كتنسر هادئه تستنشق فيها احسن هواء واحلى ناس. يعني ونعرفوا انه بعد البرنامج كل واحد باش يمشي البلد نتاعو. هذه لحظه لازم نستغلوا كل دقيقه مع بعضنا. اهلا وسهلا يا زوز. لا بسم الله. هيثم زوز وين هيثم؟ لا يا جماعه فقدت السيطره. وهيثم غادي كزورو يا المو وفاروق. زينب ان شاء الله. زينب واو. زينب مهارات. زينب حسيت الحصان بتاعها فان ليها. That's my girl. يا فارس امشوا هنا يا فارس. يلا يا بلاك انت لازم تاخذ المركز الاول يا بلاك. يلا هيدم 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 روح كمل كمل. ايوه صراحه فارس فاجئني واسمه فارس. بس تحس انه مسك طبق شوربه. خلي الدلع عزيز بجد بجد خسر كتير. والله ليت عزيز معانا. والله يا ريت كان معانا، كان حيعمل جو. ده لسه لما يشوف الصور ويشوف الفيديوز ويشوف كل حاجه. لا والله ما ذبح الا الخوف عزيز. وقال لك وحش ومش وحش. وحش فاضي. يا با يا با يا با يا با لا لا يا با يا با يا با يا با لا يا با يا با لا يا با يا با لا يا با من شردني الغزالة سألت أخذوها الويل قال لي هي هي شردت لا حالة. المشوار ركوب الخيل كان روعة، فأعتقد أنه هذا مش راح يكون آخر مرة. صراحة صارت عندي أمنية بعد هاليوم أنه يكون عندي خيل. أتمنى يكون عندي خيل وأخذه معي على جدة. وصلتوا. أهلاً أهلاً. خدك نص عمرك. والله ليتك معانا. مش نص عمرك، عمرك كله. عزيز والله يا حرام. والله والله ضيعت عليك فرصه. والله ما تتعوض. حاجه عاديه نكسر حاجز الخوف مرات. نورمال. حتشوف انا على الزنجر انا حركب فيه. الزنجر حركب فيه.